بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فحي الله الكرام جميعا والكريمات من الإخوة والأخوات. نعود إلى درسنا في فتح الأبواب، ونحن الآن في مباحث مهمة جدا، وهي المباحث التطبيقية التدريبية. نعم، نبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه التوفيق والسداد، وأن يفرج الكرب عن جميع عباده، عن عباده المستضعفين في بلادنا. طيب، في الدرس السابق، في الدرس السابق كنا قد تكلمنا عن الخطوات العملية للإعراب السليم، كيف تعرب إعرابا سليما، وقلنا هذا مما يغيب عن جمهرة المعربين، لا عن المعربين أهل الإتقان، لا عن أهل الإتقان من الإعراب، وإنما طالب الإعراب غالباً تغيب عنه هذه الأمور. نعم، فالأمور تسير عنده بعشوائية. نعم، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. طيب، نعم. الآن نحن عدنا أن نبدأ بحل التدريبات بالإجابة عن الأسئلة، وقلنا أول سؤال هو صحح الخطأ في المسائل الآتية مع التعليل، لكن قبله أنا سأعرض عليكم نماذج إعرابية. نماذج إعرابية، لا شك أنكم قد قرأتم جميعا، لا شك أنكم قد قرأتم جميعا الإعراب العملي، إعراب الأمثلة، فمن منكم قرأ؟ إن شاء الله يكون الجميع قد قرأوا. أو قرأتم يا كرام؟ من استطاع أن ينهي؟ ليس الكل، سبحان الله، لا بأس. ما لا يدرك كله لا يترك كله. الحمد لله، جيد ما شاء الله. طيب، مع الأسف، مع الأسف، لا مشكلة. طيب طيب، لا بأس إن شاء الله. الآن أنا سأعرب أمامكم بعض النماذج، وهي مما هو موجود في الكتاب، مما هو موجود في الكتاب، فسنعرب بعض النماذج أمامكم. مثلا، ليبني المؤمن دنياه، أو ليبني المؤمن آخرته بدنياه، كيف سيكون الإعراب؟ نقول اللام حرف جازم. طبعا كثيرون يقولون اللام للأمر. أخي، هذا ليس إعرابا، أنت هنا تذكر معنى، أنت لا تعرب، ولذلك إذا جئت إلى الصواب فهذا إعراب خطأ. قولك اللام لام الأمر هذا خطأ، أنت لم تعرب الآن، أنت ذكرت المعنى. اللام حرف جازم، يبني فعل مضارع مجزوم باللام، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب، لا حاجة إلى من آخره كما قلنا، لأن الحذف علامات الإعراب من الآخر. المؤمن فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لاحظوا، لم نقل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أو على آخره، لا حاجة إلى مثل هذا، لا حاجة إلى مثل هذا، قلنا الظاهرة، لأن الإعراب والبناء لا يكون إلا في الآخر. آخرته مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف. عندما يكون عندك مضاف إليه مهد له بقولك قبل وهو مضاف. إذن وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ها هنا التنوين مهم، في محل جر مضاف إليه. وإذا جئت لتعرب هذا فإنك تقول والهاء مضاف إليه، فمضاف خبر لقولك الهاء. ولذلك الذين يعربون ويقولون في محل جر مضاف إليه لا يصح، في محل جر مضاف إليه لا يصح. نعم، ضروري. نعم، ضروري. أحسن أحسن. طيب، حتى نكون دقيق، أحسن. وهو مضاف، نومئ مباشرة أن الذي بعده مضاف إليه، نمهد لذلك.
بدنياه، الباء حرف جر، دنيا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ثم نعلق الجار والمجرور، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يبني، ليبني بدنيا، البناء بالدنيا لأجل الآخر. مثال آخر، كوفي الذي درس، فعل ماض مبني للمجهول، مبني على الفتح الظاهر. طبعا هنا ما المشكلة؟ أنني قلت مبني للمجهول، وكان علي أن أقول مبني للمفعول بناء على المصطلح الذي اعتمدته في الكتاب. تماما، نعم. أظن أنا حتى في الإعراب التطبيقي ذكرت في هذا المثال، ذكرت مبني للمجهول، وبناء على ما أسسته كان ينبغي أن أقول مبني للمفعول. نعم، مبني على الفتح الظاهر. لاحظوا كررت مبني مرتين، لماذا كررتها مرتين؟ ما رأيكم؟ لما كررتها مرتين؟ نعم، لما كررت البناء مرتين؟ لما كررت ذكر البناء مرتين؟ لأنه كان مبنيا على الفتح وبني للمفعول. يعني ماذا تريد أن تقول؟ واحدة للجهل واحدة للحركة؟ لا، لأن المبني للمجهول يمكن أن يكون معربا، يعني اقتربتم من الإجابة. الأولى هذه مبنية للمجهول، نعم، هل من إجابة أخرى؟ مبنية للمجهول أو للمفعول كما اتفقنا. الأولى للتوضيح تقترب، الأولى صرفية، هذه الأولى صرفية. إذن البناء للمجهول هنا قولنا مبني للمجهول، هذا من مباحث التصريف، من مباحث التصريف، فنحن ذكرناه هنا للضرورة حتى نشير إلى أن الذي بعده نائب فاعل، حتى نشير إلى أن الذي بعده نائب فاعل. أما هنا مبني على الفتح الظاهر فهذا من عمل الإعراب. فإذا في علم الإعراب أنا ينبغي أن أبين هذا الفعل مبني أو معرب، قلت مبني على الفتح الظاهر. طيب لماذا ذكرت مبني للمجهول أو للمفعول؟ قال لأبين لك أن الذي بعده نائب فاعل، أنا أومئ لك إيماء، أنا أشير لك إشارة. لذلك الذي يقول مبني للمفعول كأنه أعرب الذي بعده. ومن البلايا أن الناس يقولون مبني للمفعول ثم يقول بعده فاعل فيرتد على عقبيه، من عجيب المعربين اليوم. نعم، إذن الأولى مبني للمجهول، هذا في الصرف، يعني مبني للمفعول يعني بني للمفعول يعني حذف فاعله وغير. نعم، في الكتاب مبني للمفعول. الحمد لله، الحمد لله، بشرك الله بالخير. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، يعني الذي نائب فاعل. درس فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، لا تنسى إن لم تجد الفاعل ظاهرا فقدره. نعم، وجملة درس صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهي جملة فعلية. مثال آخر، زيد مكافأ أخوه. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لاحظوا حتى إني التزمت بعلامات الترقيم، لن تجدوا خلافا في علامات الترقيم. فمثلا مبتدأ مرفوع نقطة، لما وضعت نقطة؟ لأن الجملة بعده استئنافية، مبتدأ مرفوع نقطة، فكأن سائلا يسأل ما علامة رفعه، فيأتي الجواب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فهذه النقطة هنا مقصودة لأن الجملة بعدها استئنافية. انظروا في كل أعاريب الكتاب، في كل ما عربته في الكتاب تجدون أنني وضعت مثلا بعد فاعل مرفوع وعلامة رفعه، مفعول به منصوب وعلامة نصبه، بينهما أضع النقطة، إشارة إلى أن الجملة بعده استئناف. فكل شيء ينبغي أن يكون بقدر، لا يجوز أن يكون شيء من هذا عبثا. نعم، مكافأ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، انظروا نقطة. أخوه نائب فاعل لاسم المفعول، نحن قلنا نائب الفاعل إما أن يرفعه الفعل أو شبه الفعل، وشبه الفعل المبني للمفعول هو اسم المفعول. نعم، إذن نائب فاعل لاسم المفعول مكافأ مرفوع مثله،
وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أولئك مجدون، لا ننسى قبل أن نعرب أن نجزئ المعرب. أولئك، عندي كلمتان ها هنا، أولئك زائد الكاف، فأولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب. وقلنا لماذا لم نقل الكاف ضمير؟ لأن أسماء الإشارة لا تضاف، لأن أسماء الإشارة لا تضاف، فلا يجوز أن نقول الكاف ضمير، الكاف حرف خطاب. مجدون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، لاحظوا لأنه جمع مذكر سالم، يا هذا سالم صفة الجمع، فكيف تحرك كلمة جمع؟ تحرك سالم لأنه جمع مذكر سالم صفة للجمع مرفوعة مثله. نعم، وهكذا يعني أظن لسنا بحاجة إلى الإكثار من الإعراب التدريبي، هذه بعض الأمور وددت أن أنبهكم فقط، هنا أيضا أمر أنبهكم عليه. مثلا الطالبان المهذبان يحبهما أستاذهما، الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ستقول لي يا أستاذ ولماذا لم تعرب النون؟ الطالبان لم تعرب النون، تمام؟ أنا هنا لم أعرب النون. الجواب النون هذه قائمة مقام التنوين، على قول من يقول إنها تقوم مقام التنوين، فكما لا أعرب التنوين لا أعرب النون، إذن أنا لست بحاجة إلى إعراب النون لأنها قائمة مقام التنوين، نقولها على التسمح. طبعا فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، ولذلك الأحسن أن لا تذكر إعرابها أصلا، يعني النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم لا تذكر إعرابها، مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى. المهذبان صفة للطالبان مرفوعة وعلامة رفعها الألف لأنها مثنى. يحبهما فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف عماد. اتفقنا متى نقول الميم حرف عماد؟ إذا سبقت ألف التثنية نقول إنها حرف عماد، وحينئذ الألف حرف تثنية وليست ضميرا. إذا سبقت الألف بالميم فهي حرف، والميم حرف عماد. نعم. أستاذهما فاعل مؤخر مرفوع، لماذا قلنا مؤخر؟ لأن المفعول به قد تقدم وهو الهاء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف عماد، والألف حرف تثنية. هنا أنبه يا جماعة على ضرورة الإعراب بالإعراب، يعني أن أعرب حين أعرب، أن أعرب الكلام، أن أفصح. بعض الناس كيف يعرب؟ أستاذهما فاعل مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، يسكن ليسلم. في الحقيقة هو يهرب، الهروب لا يجوز بعد أن تعلمنا، لا بد أن نعرب كلامنا. فاعل مؤخر مرفوع، واستعن بعلامات الترقيم، يعني لا تلجئ نفسك إلى الضرر. يعني بعض الناس يتكلم حتى ينقطع نفسه بالضرورة، لا، فاعل مؤخر مرفوع، وقف بالسكون. طبعا عندنا صنفان من المعربين، صنف لا يعرب كلامه حين الإعراب فيسكن الكلام، أستاذهما فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه، والحلبي يقول علامة رفعه، والحمصي ما أدري ماذا يقول، والشامي ما أدري ماذا يقول، وكان الله في العون علامة رفعه رفعه رفعه، المهم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا غلط، إذا أنت لم تستفد شيئا من الإعراب، لابد أن تعرب كلامك. نعم، بمعنى شرح معنى المعنى تماما، إذا لابد أن نعرب. صنف آخر ماذا يفعل؟ لا يقف على ساكن، فاعل مؤخر مرفوع
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف غلط. قف بالتسكين، يعني ما عندنا حل وسط، إما أن نحرك الكل أو نسكن الكل، والحل هو الوسط. فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف عماد والألف حرف تسمية. وجملة يحب أستاذه، يحب هي ليست يحب، يحبهما في محل رفع سكن تسلم، إي والله صدق صدق، في محل رفع خبر الطالبان، وهي جملة فعلية. سكن تسلم يعني في العادة، لكن إذا كنت مع أستاذ لا يمرر مثل هذه الأشياء سكن تندم. يعني كان أستاذنا حينما يسمع منا بعض الأعريب المشكلة، فبعض الناس يعرب بالتسكين، يقول له لا خطأ أعد، المسكين يعيد. ونكون في جامع ابن عباس وأمامه يعني عشرات من الأساتذة، بعضهم أساتذة وبعضهم أطباء وبعضهم دكاترة، فالمسكين علقة يعني علقة. نعم، سكن تندم أو سكن تسلم، الله أعلم. طيب نكتفي بهذا، أنا أحببت أن أنبهكم على بعض الأمور في الإعراب التطبيقي، وأرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم، إذا أردنا أن نحصل ثمرة ما أخذنا فأعربوا، وأعربوا حين تعربوا، يعني بالطريقة التي نعرب بها الآن. الآن نأتي إلى التدريب الأول وهو صحح الخطأ في المسائل الآتية، صحح الخطأ في المسائل الآتية مع التعليم. لا شك أنكم أجبتم عن هذا السؤال، أرجو أن تكونوا قد أجبتم. الدرس إن لم يكن له تهيئة قبله ومراجعة بعده فلا يؤتي أكله. نعم. فالآن نبدأ بالمسألة الأولى. قال فاز مصليان الفجر، أنا سأستعين بكم، فاز مصليان الفجر، ما الصحيح في العبارة؟ لكن أسئلة، مصليا الفجر مع التعليل من فضلك. جميل، مع التعليل، فاز مصليا الفجر، ما التعليل؟ إذن تحذف نون المثنى عند الإضافة، لا يجوز مصليان الفجر، فاز مصليا الفجر، تحذف نون المثنى حين إضافته، أحذف النون. نعم. طيب المسألة الثانية، أفلح فاهمون الدروس، الصحيح؟ نعم فاهمون، نعم تماما فاهموا أيضا، نعم تحذف نون جمع المذكر السالم عند الإضافة، تحذف النون للإضافة، فاهموا الدروس. نعم جيد. المسألة الثالثة، فرحت بذو الفهم وأكرمته، فرحت بذو الفهم وأكرمته، بذي لما؟ الأسماء الخمسة تجر بالياء، صحيح مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة، إذن فرحت بذي الفهم وأكرمته، اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. طبعا بالمناسبة بعض الناس يخطئ، يقول لا يجوز أن تقول اسم مجرور بالياء، ينبغي أن تقول اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. في الحقيقة الأدق أن نقول ذلك، يعني اسم مجرور بحرف الجر وهو الباء وعلامة جره الياء، لكن لا مانع من هذا أيضا، هذا صحيح وهو راجع إلى معنى حرف الجر. إذا قلت اسم مجرور بحرف الجر فالباء هنا معناها السببية، يعني حرف الجر سبب أن نجر الاسم بعده، حرف الجر سبب أن نجر الاسم بعده، فإذن إذا قلت اسم مجرور بحرف الجر الباء فالباء للسببية، وإذا قلت اسم مجرور بالياء فالباء حينئذ ليست للسببية، الباء هذه باء الواسطة، باء الواسطة للاستعانة، يعني اسم مجرور ما واسطة جره ما علامة جره
ما آلة جر الياء. وضحت الفكرة؟ هذه فكرة مهمة، وهي مما نبهنا عليه أستاذنا زاده الله كرما وفضلا وجزاه الله عنا خيرا ومد الله في عمره مع العافية. يعني قولك حين تختصر الإعراب فاعل مرفوع بالضمة صحيح وليس خطأ كما يظن، وحينئذ الباء للاستعانة، يعني واسطة رفعه علامة رفعه الضمة. أعد تكرما. طيب أعيد. بعض الناس يخطئ أن تقول فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، يقول يجب أن تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نقول يجوز أن تقول فاعل مرفوع بالضمة، وإن كان الأحسن أن تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه. طيب كيف يجوز أن أقول فاعل مرفوع بالضمة؟ هل الضمة هي سبب الرفع؟ كيف نقول فاعل مرفوع بالضمة؟ نقول الجواب لا، الباء هنا ليس معناها السببية، الباء هنا معناها الواسطة، الاستعانة، العلامة هي. فإذا فاعل مرفوع بالضمة، فإذا أنا صححت هذا الاستعمال بناء على اختلاف معنى حرف الجر. فالباء إذا قلت مثلا في قولنا هنا مثلا بذو، صححناها بذي، اسم مجرور بالباء، ما سبب جره؟ حرف الجر، فالباء هنا لسببه. فإذا قلت اسم مجرور بالياء بدلا من أن أقول اسم مجرور وعلامة جره الياء، إذا قلت اسم مجرور بالياء فهذه الباء للاستعانة. لا بأس، لا نقف عندها كثيرا حتى لا نضيع عليكم ما تبقى من الدرس. طيب الآن إن الدرسان سهلين، إذن الدرسين سهلان بالضبط. اسم إن من المنصوبات وينصب بالياء لأنه مثنى، وخبر إن من المرفوعات ويرفع بالألف لأنه مثنى أيضا. نعم، إذن اسم إن منصوب وخبرها مرفوع، منصوب بالياء مثنى، مرفوع بالألف مثنى كذلك. ما زالت الاختيارات سهلة، ستبدأ بالصعوبة الآن وسنرى إن شاء الله كيف ستكون الأجوبة. نعم، دخل الناس إلى المسجد مسرورون. نعم، مسرورين، أحسنتم، حال منصوبة. نعم، مسرورين حال منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم. جميل. طيب، غضبت من طالب يكتب الدرس أخ، تفضلوا. غضبت من طالب يكتب الدرس أخ. نعم، أخوه. جميل، بقي التعليل. التعليل، لما يجب أن أقول أخوه؟ من أخ يكتب الدرس؟ من أخ؟ لا، ليس صحيحا. غضبت من طالب يكتب الدرس أخ. نعم، ألا تعليل يا كرام؟ يكتب له الدرس أخ، ممكن، تصحيح ممكن، العربية فيها إمكانات كثيرة، ممكن. اكتب بالعربية يا أخي، بارك الله فيكم. نعم، لا، لاحظوا الآن. طيب سأساعدكم، ما محل جملة الصوت يتقطع؟ ربما من عندكم، كان الله في العون، كان الله في عونكم. أنا سأسألكم الآن سؤالا، ما محل جملة يكتب الدرس أخ؟ جملة يكتب الدرس أخ، ما محلها من الإعراب؟ صفة. جميل، ممتاز، أحسن الله إليك، صحيح صحيح، الجملة صفة، جملة يكتب الدرس أخ،
طبعا لابد أن تضع في الجملة الفعل والفاعل، أهم شيء. فالآن الجملة إذا وقعت صفة فلا بد فيها من ضمير يعود على الموصوف، لا بد فيها من ضمير يعود على الموصوف. يكتب الدرس أخوه، هذه الهاء تعود على الموصوف، تربط جملة الصفة بالموصوف. إذا جملة يكتب صفة ويجب أن يكون فيها ضمير عائد على الموصوف. وضحت؟ وضحت يا جماعة؟ لا. طيب، نحن اتفقنا إذا وقعت الجملة صفة، الجملة إذا كانت صفة فلها شرطان، تمام؟ أن يكون الموصوف نكرة، هذا هو الموصوف نكرة، والثاني أن يكون فيها، يعني في الجملة، ضمير يربطها بالموصوف. أنا إذا قلت غضبت من طالب يكتب الدرس أخ، ليس عندي ضمير يربط الجملة بالموصوف. إلى هنا واضحة؟ واضحة يا جماعة؟ تمام. فإذا نأتي بالضمير يكتب الدرس أخوه، هذا الضمير هو الذي ربط جملة الصفة هذه يكتب الدرس أخوه بالموصوف طالب. وضحت الآن؟ نعم، تمام، الحمد لله. طيب، المسألة السابعة. تمام، صحيح، يكتب الدرس أخوه. نعم صحيح. إيه، ما المشكلة؟ هل من إشكال في هذا؟ هي يكتب الدرس أخوه، نعم. المسألة السابعة تقول: إذا أردت أن تبين أن الطلاب دخلوا بعد المدرس مباشرة، دخل المدرس ثم الطلاب. طبعا يعني أنا وقعت في خطأ غريب، إذا انتبهتم في الأسئلة وقعت في خطأ غريب، وهو أنني قلت دخل الطلاب ثم المدرس، هي خطأ كلها. دخل المدرس فالطلاب، بالضبط. إذا أردت أن تبين أن الطلاب دخلوا مباشرة تستعمل فاء التعقيب، دخل المدرس فالطلاب، ممتاز صحيح. ثم تفيد التراخي، الفاء تفيد التعقيب، نعم، وكلاهما تفيد الترتيب. طيب، المسألة الثامنة: صمت شهرا كله، ما الصواب ولما؟ ما شاء الله، نعم، صمت شهرا كله، الصحيح الشهر كله. هنا كله ما إعرابها؟ نعم، توكيد معنوي، والتوكيد المعنوي لا يكون للنكرة، يكون للمعرفة، وهذا مذهب البصريين، وأظنني شرحت هذا حين الكلام على التوكيد. لا، لا حاجة إلى التصحيح. لا يا سعاد، صحيح صحيح، تأكيد وتوكيد لغتان، لا مشكلة، كلاهما صحيح. نعم، إذن التوكيد المعنوي يكون للمعرفة ولا يكون للنكرة، لأنه لا فائدة من توكيد النكرة. يعني تصور أن تقول رأيت رجلا نفسه، ماذا فعلت جزاك الله خيرا؟ رأيت رجلا نفسه، ماذا صنعت؟ يعني لما تؤكد؟ ما هو الرجل غير معروف أصلا، فلا حاجة أن تؤكده لي. واضح؟ إذا لا بد أن يكون معرفة. الكوفيون أجازوا ذلك بشروط، إذا كانت النكرة تدل على الإحاطة، ومنها صمت شهرا كله. التاسعة: أكلت الرغيف بعضا، الصواب الرغيف بعضه، ما شاء الله. بدل البعض يحتاج إلى ضمير يعود على المبدل منه، أكلت الرغيف بعضه، إذن يجب في بدل البعض ضمير يعود على المبدل منه.
لا تدخل. العاشرة. نعم. بعد الدرس، بعد الدرس افهم. لا إله إلا الله. جاء محمد أخيك. أخوك. السبب. هاتوا. تفضل. شكرا. يا أهلا وسهلا. لا ليست حافة. هذه السكرة حلوة. تفضل مثلك. هذه السكرة مثلك. اذهب يلا. جميل ممتاز لأنه بدل ها وليس صفة. لا بدل بدل بدل. لا تبعده. بدل. اذهب 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 هيا اذهب اذهب. إذن محمد أخوك. أخوك بدل. وما نوع البدل؟ ما نوع البدل؟ بدل كل من كل. وهو تابع فيتبع المبدل منه. بدل مرفوع. نعم. الحادية عشرة. انتهيت من الكتاب وطلوع الشمس. الصواب طلوع بالفتح. جيد. لماذا؟ نعم لماذا؟ لأنه مفعول معه. جميل. والمفعول معه من المنصوبات. نعم. إذا مفعول معه منصوب. طيب المسألة الثانية عشرة. رجل في الدار. كيف تصححونها؟ رجل في الدار. في الدار رجل. جيد. في الدار رجل. النكرة هنا لا يجوز الابتداء بها، فيجب أن أقدم الخبر حتى تصح الجملة. في الدار رجل. يا هذا لا، أنا أريد الإثبات لا أريد النفي. في الدار رجل. أيوة نقدم الخبر أو نعرف المبتدأ. نعرف المبتدأ لكن المعنى يختلف حينئذ. حينئذ أنت تتكلم على رجل معين. لاحظوا هذه الفروق الغريبة التي تحصل في الجمل بتغييرات يسيرة. الرجل في الدار، إذن مخاطبك يعرف من هذا الرجل. أنت تتكلم على رجل محدد. نعم نؤخر المبتدأ أو نعرفه. لا يجوز الابتداء بالنكرة هنا، فإما نؤخره ونقدم الخبر أو نعرفه. المسألة الثالثة عشرة. الأستاذ يفهم طلاب. الصحيح إيه؟ ممكن أن نقول الرجل في الدار. طبعاً إذا صار معرفة جاز الابتداء به، لكن اختلف المعنى. حينئذ نحن نتكلم على أستاذ محدد. يلا الأستاذ يفهم طلاب. ها طلابه. أحسنت. التعليل يفهم طلابه. الخبر لا يكون نكرة. لا هذا بعيد بعيد. طلابه لما؟ نعم الأستاذ يفهم طلابه لما؟ يعني ليس لما يفهم طلابه، ما هذا هو الأصل. الأصل أن يفهموا. نعم أقصد لماذا يجب أن نبدأ بالضمير. نعم 13 لم أفهمها أبدا. ما هي الثالثة عشر؟ نحن في الثالثة عشر الآن، لم تنتهي بعد. لابد من عائد. ما هو؟ ما يعرف جملة يفهم طلاب؟ جملة يفهم طلاب ما محلها؟ خبر. جميل. والخبر إذا وقع جملة، والخبر إذا نقدر، لا 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 حاجة. طلابه لا، ما في حاجة إلا ذي. إذن الخبر إذا وقع جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ. يا جماعة أعطيكم هنا فائدة مهمة. الأصل في الجملة الاستقلال، يعني عدم الارتباط بما قبلها. فإذا جئت لتربط الجملة بما قبلها، أنت قلت تريد أن تربط، إذن هات الرابط. الجملة مستقلة في الأصل، فتأتي لها برابط يربطها. فإذا كانت الجملة خبراً أو صفة أو حالاً على تفصيل في الحال، فيجب أن ترتبط بالخبر بصاحبها. فالخبر يرتبط بالمبتدأ بضمير. إذا وقع الخبر جملة ارتبط بضمير.
واضح؟ وضحت الآن. إذن جملة الخبر لا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهو هنا الضمير، وهو هنا الضمير. تمام، لا مشكلة. الأستاذ يفهم طلابه، يفهم طلابه، لا بأس. لو أردت تصحيحها بطريقة أخرى، مثلا الأستاذ يفهم طلابه، أيضا صحيحة، لا مشكلة. الرابعة عشرة، كان الصحابة مخلصون في خدمة الدين. أيوة، نقول له يا أخي قبل أن تتكلم على إخلاص الصحابة، أخلص وتعلم جيدا وتعلم مواقع الكلمات. نعم، مخلصين، كان الصحابة مخلصين. نعم، خبر كان منصوب بالياء، هذه سهلة، منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. الخامسة عشرة، لا تليوم يوم راحة. طبعا درس في النحو لا راحة فيه. لا تليوم، أيوة، لا تيوم راحة، ممتاز. اسم لا محذوف وجوبا، لا يجتمع بالخبر، تماما. اسم لا محذوف وجوبا، لا يجتمع بالخبر، جميل. طيب، لا عبد الله ناجح، ما رأيكم؟ نعم، لا عبد الله ناجح، لا عبد الله، ها، جيد. لماذا هنا لم تجعلوا لا عاملة عمل إنه؟ ألا تعمل لا عمل إنه؟ ألا تعليل؟ ممتاز. اسم لا العاملة عمل إن، هذه اسم لا العاملة عمل إن، وخبرها يجب أن يكونا نكرتين، اسمها وخبرها نكرتان. إذا جاء معرفة لا تعمل، أحسنتم. لكن هنا فائدة ليست مذكورة في الكتاب، في متن الكتاب ليست مذكورة. لا، هذه إذا أهملت وجب تكرارها، فتقولون لا عبد الله ناجح ولا زيد مثلا، أو ولا غيره. إذا أهملت وجب تكرارها، لا عبد الله ناجح ولا غيره، ولا زيد مثلا. طيب، إذا أردتم أن تبقوها عاملة فماذا تفعلون حينئذ؟ أعيد، لا إذا أهملت، لا هذه إذا أهملت وجب تكرارها، لاحظوا، لا عبد الله ناجح ولا غيره. إذا أهملنا لا، لم نعملها، وجب أن نكررها، وجب أن نكررها. أنا لم أذكر في الكتاب لا العامل عمل ليس، هي مختلف فيها وقد أسقطتها من الكتاب، ممكن حينئذ تنصبين. لكن أيضا لا تعمل إلا في النكرات، عفوا، لا، لا يمكن هنا الإهمال، ألا نجعلها عاملة، يعني فقط حرف نفي، لا عبد الله ناجح ولا غيره. طيب، تريدون أن تبقوها عاملة، إذن اجعلوا الاسم نكرة، لا طالب ناجح مثلا، صح، وصلت الفكرة. إذن لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن لا تعمل في المعرفة، لا، لا يجوز، لا، لا عبد الله ناجح لا يجوز أن تعمل عمل ليس، لأنه أيضا لا تعمل إلا في النكرة. طيب، إذن لا تعمل في المعرفة، فإما أن نهملها يعني نجعلها غير عاملة، أو نجعل اسمها نكرة. السابعة عشرة، ذهبت إلى السوق خبزا، ما الصواب؟ ذهبت إلى السوق خبزا. والله من الغرائب، يعني هذه المسائل اليوم صارت تنطبق على واقعنا اليوم، نسأل الله الفرج عن جميع عباده. دخل الناس إلى المسجد مسرورين إذ قد انقطع الناس عن المساجد. نعم، وتذهب الآن إلى السوق تطلب
حاجياتك إلى السوق سوق الخبز. لا، ذهبت إلى السوق خبزا، هي غريبة نوعا ما. ها، للخبز أيضا أو لشراء الخبز. جيد جيد، ذهبت إلى السوق للخبز أو لشراء الخبز. طيب لو يا جماعة لو قلنا ذهبت إلى السوق خبزا، فماذا تعربون خبزا؟ ما شاء الله، ممتاز، أحسن الله إليك. ها، إذا تكون مفعولا لأجله، لكن ندقق، المفعول لأجله شرطه أن يكون مصدرا، وخبز هنا ليست مصدرا، اسم ذات. خبز ليست من المصادر، اسم ذات. ولذلك ماذا تفعلون هنا؟ تجرونه بحرف الجر، لا ليس تمييزا. ذهبت إلى سوق خبزا، هو في المعنى مفعول لأجله، لكن لا يجوز أن تنصبوه هنا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس مصدرا، وقد نصصت في متن الكتاب أن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا. نعم، لأنه ليس مصدرا، هو هنا اسم ذات. قاعدة غير معمل بها. لا، معمول بها، ما بها قاعدة، معمول بها، موجود الكلام على المفعول لأجله في الكتاب. 18، ما صعبة أسئلة النحو؟ لا أبدا، ما شاء الله، ليست صعبة أبدا. إذا كانت على غرار هذه الأسئلة فليست صعبة أبدا، أليس كذلك؟ لا، صعبة. نعم، يعني كيف تصححون؟ ما صعبة أسئلة النحو. الصواب لكم فيها وجهان. ها، جيد، ما صعبة أسئلة النحو؟ ما هذه عامل عمل ليس، ترفع وتنصب. ممتاز، إذا تقدم الخبر لم يمكن أن تعمل، إذا تقدم الخبر بطل عملها، بطل عملها. طبعا لا تقول بطل عملها، في ناس بيقولوا بطل عملها، ما شاء الله بطل، بطل عملها يعني صار بطلا. ما شأن البطولة هنا؟ نعم، ما صعبة إذا تقدم الخبر عوقبت ما، لأنها تجاوزت حدودها. هي تعمل عمل ليس بشرط أن يأتي الاسم ثم الخبر، يعني ما أسئلة النحو صعبة. هذه طريقة في التصحيح. الطريقة الثانية، أنت مصر على تقديم الخبر، إيه؟ إذن أبطل عمل ما، ألغي عمل ما. فإذا لكم في تصحيحها وجهان، ما صعبة أسئلة النحو بطل عملها لأنه تقدم الخبر، أو بالضبط من استحسن الله إليك. نعم، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وما أسئلة النحو صعبة يا هذا؟ نعم، أيضا صحيح، ما أسئلة النحو صعبة أبدا، ليست صعبة أبدا. 19، يا هند اكتبي وظيفتك. ما الصواب؟ جيد، يا هند، لما؟ لما يا هند؟ جيد، المنادى إذا كان علما مفردا بني على الضم أو ما ينوب عن الضم. المنادى إذا كان مفردا علما، لا، مفرد علم ليس نكرة، هند. المنادى إذا كان مفردا علما بني على الضم أو ما ينوب عن الضم. بالمناسبة هنا مسألة، ما معنى بني على الضم أو ما ينوب؟ ما الذي ينوب عن الضم؟ هلا ماذا ينوب عن الضم؟ في المثنى الألف. فإذا أنا أقول في التثنية يا هندان، هندان منادا مفرد علم مبني على الألف
في محل نصب منادا مفرد علم مبني على الألف في محل نصب. ممتاز. طيب لو كان هند اسم رجل وهو وقع عندنا هند بن أبي هالة وهو وصاف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان مذكرا نجمعه بالواو يا هندون مبني على الواو في محل نصب، مبني على الواو في محل نصب. تمام. طيب العشرون، المسألة العشرون، مررت بزيد وحموه، مررت بزيد وحموه، ما الصواب؟ الصواب، نعم، حتى أفتح المحادثات، نعم، مررت بزيد وحمي اسم معطوف مجرور بالياء، نعم، هذه واضحة. نعم، الحادية والعشرون، اشتريت رطلاً التمرة، ما الصواب؟ اشتريت رطلاً التمرة. لا، لا يجوز جره. رطلاً تمراً التعليل لأنه تمييز. ما معنى ذلك؟ ما معنى أنه تمييز؟ ممتاز. التمييز لا يكون معرفة، التمييز يجب أن يكون نكرة. ممتاز. الثانية والعشرون، جاء زيد المسرعة، جاء زيد المسرعة، جيد، مسرعا صحيح. لماذا؟ مسرعا حال، والحال نكرة. ممتاز. هناك طريقة ثانية للتصحيح، ما هي؟ أيوه، المسرع، فإما أن تبقيه معرفة فتجعله صفة، جاء زيد المسرع، وإما أن تصر على تنكيره، أن تصر على أنه حال، إذا نكره. الحال نكرة، إما أن ننكر الكلمة أو نبقيها معرفة، وحينئذ تكون صفة لزيد. جيد. الثالثة والعشرون، لا ترجو غير الله يا زيد، يا هذا، لا ترجو غير الله يا زيد. نعم، الصواب، أيوة، ترجو، مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ممتاز. مضارع معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. الرابعة والعشرون، نجحت طالبة مجتهدة يا هذا، الصواب، نجحت طالبة مجتهدة، ها، مجتهدة، نعم صحيح تماما. لماذا؟ الصفة تتبع الموصوف. نعم. طيب إذا أردت أن أجعلها حالا، أنا أريد أن أجعلها حالا، فماذا أفعل؟ إذا جعلتها صفة حلت المشكلة، أعرف صاحب الحال، وقد أخذنا في بحث الحال، الحال معرفة وصاحبها نكرة. إذا صاحب الحال يجب أن يكون نكرة، إما أن نعرف صاحب الحال، أو إذا أبقيناه نكرة إيه. نعم، جيد. هنا سؤال، لو أردت الإخبار، نرجع، نجحت الطالبة اجتهادا، يعني مقبول، مجتهدة أحسن، اجتهادا سيكون لها إعراب آخر. يسأل أخ تميم مرة أخرى أنه لو أردت الإخبار، لا ترجو غير الله يا زيد، نعم، حينئذ ترفع، يعني أنت تخبر، يعني مثلا أنت بين يدي زيد تكلمه، تقول له ما شاء الله، أنت ممن، أو أنت لا ترجو غير الله يا زيد، أنت تنفي أنه يرجو غير الله. إذا أردت الإخبار ونفيت، نعم، ترفع، مضارع مرفوع،
ولا حرف نفي. لكن إذا أردت أن تنهاه فاجزم. طيب الخامسة والعشرون، عملت الخير حب الله له. ما الصحيح؟ حبا لله. حبا لله، طيب تصحيح جميل، صحيح أيضا، نعم حبا لله. أو طريقة ثانية للتصحيح، حبي لا، لا يصح. ها، لحب الله. الآن إذن عملت الخير لحب الله. طيب يا جماعة، لنفرض أن هذه الجملة صحيحة، أن حب هنا في مكانها، ما يعربها؟ ها، مفعول لأجله، جميل. هل اكتملت فيه الشروط؟ الآن نبحث، من الذي عمل الخير؟ من فعل عمل الخير؟ أنا المتكلم، ممتاز. ومن الذي سيحب، ومن الذي يحب الخير؟ الله. الله، لاحظوا حب الله. الآن المصدر إذا لم يكن فاعله وفاعل الفعل واحداً وجب جره. جيد، يجب أن يتوافق المصدر مع الفعل في الفاعل والزمن، في الفاعل. فالآن أنا عندي طريقة، إما أن أقول عملت الخير حباً لله، مع تمين المحب، أنا عملت الخير حباً لله، أو أنا أريد أن أجعل المحب هو الله، عملت الخير لحب الله له. لا يجوز نصب المصدر حب على أنه مفعول لأجله، لأن فاعله هو لفظ الجلالة، وفاعل الفعل عمل هو المتكلم، فلا يجوز. طيب، الطلاب لم يغشون في الامتحانات. والله مبين من جملته أنه ما غشوا، مفشكلي الجملة، ظاهر أنه لم يغشوا. لم يغشوا، نعم، لأن الأمثلة الخمسة، إذن الأمثلة الخمسة علامة جزمها حذف النون. أحسنتم جميعا. السابعة والعشرون وأظنها الأخيرة، زيد طالب علم. طالب علم، لماذا؟ طالب علم، نعم، لماذا لا ينون؟ المضاف لا ينون، ممتاز، المضاف لا ينون. إذن زيد طالب علم، يريد أن يضاف فعليه أن يدفع الثمن، لكن سيدفع الثمن من الكماليات وهو التنوين. المضاف لا ينون، نعم. الآن انتهينا بحمد الله تعالى من حل هذا السؤال المشكل. طبعا هذا السؤال مما هداني الله عز وجل إليه من طرائق الأسئلة، هذه الأسئلة تحرك عقل الطالب، لا سيما الأسئلة التي فيها خطأ. التلخيص لوجوه التخليص، والله إن أكملتم معروفكم بذكر الصفحة فهو ممتاز. نعم، هذا السؤال أكرمني الله عز وجل به وأنا أستعمله بكثرة. إن شئتم نرسل لكم إن شاء الله تعالى في صفحتي، جزاكم الله خيرا كثيرا، أحسن الله إليكم. إن شئتم نرسل لكم نماذج من مثل هذا السؤال، على نمط هذا السؤال. أنا كتاب الخلاصة في النحو لشيخنا الدكتور عبد البديع جعلته كله مسائل كتبتها خطأً وأطلب تصحيحها. نعم، وهي مفيدة جداً في تحريك عقل الطالب. أنا أنصح لكم، وقد انتهينا الآن من فتح الأبواب، نعم إن شاء الله أرسلها لكم، موجودة في ملف مبيدف. لكن أنصح لكم، بما أن مستوى الخلاصة أعلى من مستوى فتح الأبواب، فأنا أنصح لكم أن تبدأوا من الآن بسماع الخلاصة في النحو. يعني قد يكرمنا الله عز وجل، يعني الآن من المقترحات أن نشرح كتاب الخلاصة في النحو شرحا مباشرا. الشرح موجود في قناة تليجرام، في رحاب علوم العربية، في رحاب علوم العربية موجود، ابدأوا به، ووراء كل درس أسئلة تدريبية. وأنا سأرسل إن شاء الله الرابط للأستاذ
لؤي، وهو يرسله لكم إن شاء الله، أو عفوا ليس الرابط وإنما ملف المسائل التي فيها الخطأ. أين تقيمون لأجل الحصول على الكتاب حتى أقول لكم؟ الشيء الآخر، بقي عندنا مسألة إعراب الجمل، فهل أعربتمها؟ إعراب الجمل، أعربتم الجمل، إعراب الجمل القرآنية في عنتاب تجدونه في دار الأصيل، مكتبة دار الأصيل. لا، الأخت تسأل أنه كيف نحصل على الكتاب في دار الأصيل، في غازي مختار باشا، فندق أغور بلازا، في الطابق الأرضي موجودة المكتبة، فندق أغور بلازا. طيب، إعراب الجمل، أظن الشاشة الآن هي عندكم. إعراب الجمل القرآنية، أعربتموها؟ لما تعربوها أظن. الوقت على كل حال يعني تقريبا انتهى، أنا أعطيكم فرصة أيضا، أرجوكم أن تعربوها، وسأرسلها أيضا بملف صوتي إلى قناة نشاطات الفريق الطلابي، سأرسلها بملف صوتي، لكن أرجوكم أعربوها قبل أن تسمعوا الإعراب حتى تستفيدوا، تمام؟ إن شاء الله تعالى. ثم سيكون عندنا درس الأسبوع القادم، لن يكون عندنا درسان الأسبوع القادم، نتابع، بقي عندنا الإملاء، وأنا برأيي أن نتابع في الإملاء كذلك، برأيي موجود في معهد مكة، نعم الكتاب موجود في معهد مكة إن شئتم، نتابع في الإملاء إن شاء الله تعالى، في الصرف قريبا إن شاء الله، قريبا قريبا إن شاء الله تعالى، قريبا إن شاء الله، لكن نتابع في الإملاء، لأن فتح الأبواب يشتمل أيضا على مباحث في الإملاء مهمة، فإن شاء الله نتابع يوم الاثنين القادم، وأرجو أن تعربوا الجمل القرآنية هذه التي أمامكم، وأنا سأرسلها بملف صوتي أكرمكم الله تعالى، والله الموفق. الأستاذ لؤي أرسل لنا ملف التفقد أكثر من مرة، هذه إشارة أنه كفاكم، جزاء الله عنا خير الجزاء. نعم، درس إضافي لا يوجد والله للاثنين القادم، اللهم آمين وإياكم. حاولوا وإن أخطأتم سترون الأثر. علامات ترقيم والله لم أدون في شيء، فقط في الإملاء، في مباحث الألف وتاء التأنيث والهمزة. نعم، إذا كان بقي عندكم شيء من الأسئلة في الدقيقتين المتبقيتين نستوفي حقنا بالكامل، ولا تنسوا التفقد، الله يكرمكم أن تضعوا أسماءكم. المقطوعات قريبا، إعراب مقطوعات تقصدون، اللهم آمين وإياكم. قريبا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله ندعو لبعضنا إن شاء الله، وندعو للمسلمين، ندعو لإخواننا المنكوبين المشردين، لا حول ولا قوة إلا بالله، وندعو أن يرفع الله هذا البلاء. التفقد هنا موجود، الرابط هنا موجود، أرسله الأستاذ 3 مرات. نعم، هذا هو، هذه مرة رابعة من عندي، هذه مرة رابعة من الأستاذ، أكرمكم الله. طيب، نكتفيها هنا، نقف ها هنا، والحمد لله رب العالمين، آمين جميعا إن شاء الله، جميعا إن شاء الله، اللهم آمين يا رب، جميعا إن شاء الله. جزاكم الله خير أستاذ أنس، وإياكم أستاذي، الله يكرمك. نعتذر من الأخوة أنه ما في درس ثاني، لأنه بدأنا إحنا بالتعليم عن بعد لمعهدنا، نعم. راح يكون برنامج الزوم مشغول، فنكتفي بدرس واحد أسبوعيا إن شاء الله حتى نتابع معهم. إن شاء الله، إن شاء الله. السلام عليكم، الله يكرمكم يا رب.